بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معكم عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذور لمغرب العالم. بداية أود أن أشكر يعني الأطقم الصحفية اللي حضرت معنا اليوم، أشكركم جميعا كل باسمه على يعني الحضور ديالكم وتغطية هذه الندوة الصحفية. هذه الندوة الصحفية يعني اللي جات في إطار يعني واحد الموضوع اللي مهم، واحد الموضوع اللي حساس، واحد الموضوع الساعة اللي كتعلق يعني بمقترح الحكم الذاتي وإفلاس أطروحة انفصال وتقرير المصير التي تنظمه مؤسسة جذور لمغاربة العالم بشراكة مع جامعة الحسن الأول ومجلس الجالية وعمالة السطات والمجلس الإقليمي ومجموعة من المتدخلين. والندوة وستكون إن شاء الله بمركز الندوات التابع لجامعة الحسن الأول. الندوة سيشارك ستعرف مشاركة مهمة ومشاركة يعني عالية جدا من مختصين وأكاديميين ويعني أساتذة كبار من دول أخرى ومن أجانب. علاش؟ لأن يعني لأن المغرب عرف واحد الانتصارات وحقق واحد الانتصارات كبيرة في القضية الوطنية ديالنا، والفضل يعود ويرجع إلى السياسات الرشيدة والحكيمة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كذلك للأطر والكفاءات المغربية بوزارة الخارجية، وكذلك يعني صراحة الانتصار حققه المغاربة ملكا وشعبا. اليوم كتشوفوا يعني الحمد لله الأقاليم الجنوبية مزدهرة، كنشوفوا الأقاليم الجنوبية فيها أوراش غيرت وجه الجنوب والأقاليم الجنوبية في العالم. كذلك نرى بأن يعني فتحت قنصليات عديدة ومتعددة اللي خلقت واحد الجسور ديال الجسور اقتصادية وجو سياسية واقتصادية بين هاد الدول والمغرب. كنشوفوا بأن الجارة الجزائرية ويعني ودميتها يعني البوليزاريو أصابهم السعار، اليوم عندهم يعني يعانون من بزاف المشاكل، يعانون يعني واحد الاختناق ويعانون كذلك العزلة في العالم. يعني كاين قرارات يعني لأن المغرب اليوم أصبح يعني هذا المقترح الذاتي يعني وجدوا فيه ووجدوا فيه الدول الأخرى يعني يعني الجدية والمعقول. وكذلك يعني نحن كمؤسسة جذور لمغاربة العالم سعداء جدا، وكنبغيو يعني نبينوا يعني الغيرة ديال مغاربة العالم على القضية الأولى ديالنا اللي هي يعني الوحدة الترابية والصحراء مغربية وستبقى مغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بهذه الندوة الصحفية التي بطبيعة الحال قمنا بها، فقدمنا من خلالها خلاصة لأهم القضايا والعناصر الأساسية التي ستتناولها الندوة الدولية يوم 5 من شهر يوليوز سنة 2022، والتي بطبيعة الحال هي لم تكن يعني محط صدفة ولكن أو اعتباطية، ولكن كانت منظمة بناء على السياق الذي بطبيعة الحال توجد فيه القضية الوطنية والقضية الدولية اللي هي قضية وطنية وقضية وطنية اللي أصبحت قضية دولية. وبالتالي تغيير مجموعة من المواقف لمجموعة من الدول، وأخيرا اللي كان إسبانيا، اللي بطبيعة الحال هاد الموقف اللي دارت إسبانيا فهو أنهى هذا الصراع يعني بشكل نهائي، معنى بأن اعتراف إسبانيا وهي كانت كطرف رئيسي التي هي تحتل الأراضي الترابية، بمعنى ذلك بأن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا وقد طوي نهائيا. بالتالي فمسألة قضية الوطنية فهي وصلت إلى نهايتها، وبالتالي فالدبلوماسية المغربية قد نجحت من خلال إقناعها للدول الكبرى ومن خلال دول إفريقيا في كون أن القضية المغربية وأن الصحراء هي صحراء مغربية، وأنه لا يمكن لأي كان أن يتزايد عن جزء من ترابنا المغربي. بالإضافة إلى ذلك أنها كذلك ناتجة عن السياسة الرشيدة لجلالة الملك الذي منذ اعتلى عرش المملكة المغربية، وبالتالي اعتمد سياسة الحوار وسياسة الانفتاح وسياسة الدبلوماسية الموازية، سواء على مستوى الجامعات المغربية على مستوى التعليم العالي، سواء على مستوى المجتمع المدني ومجتمع
كذلك مغاربة العالم المجتمع كمجتمع مدني على مستوى الدول الغربية، ثم كذلك على مستوى المجتمع المدني الوطني والمحلي. وبالتالي فكانت هذه السياسة الرشيدة لجلالة الملك عملت على إشراك أو مقاربة المشاركة لجميع الفاعلين المغاربة في الدفاع عن القضية الوطنية، وهذه النظرة الثاقبة لصاحب الجلالة هي التي أدت بطبيعة الحال إلى إنهاء هذا الملف، وأنا أعتبره قد أنهي، لأنني كنت قد تكلمت عنه سابقا في إحدى المقالات الصحفية، كنت قد كتبت مقالا باللغة الفرنسية حول لافايت دو لا تيس سيباغاتيست في 2000 أعتقد في 2007 أو 2008 كنت كتبت مقال حول هذه المسألة. فالسياسة الرشيدة اللي اعتمدها صاحب الجلالة وبالتالي مشاركة جميع الفاعلين المغاربة سواء الفاعلين السياسيين أو اقتصاديين أو اجتماعيين أو مجتمع مدني أو غير ذلك أو أكاديميين عجل بإنهاء هذا الصراع المفتعل. وبالتالي الآن فلا الجزائر ولا جبهة البوليزاريو أصبحت في موقف الخاسر. وبالتالي لماذا؟ لأن قضيتها هي قضية بطبيعة الحال غير شرعية وغير مشروعة، وقضيتنا الوطنية هي قضية شرعية، ونحن في بلادنا في ترابنا اللي هو الصحراء المغربية، وكما قال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله نحن في صحرائنا وبالتالي والصحراء في مغربها. وبالتالي فأعتقد بأن هذه الندوة هذه فهي ندوة من أجل الإضاءات لبعض الأشياء اللي بقى يشوبها نوع من الغموض، من خلال أننا سنحاول أن نروج على مستوى الدولي وعلى مستوى إشاعة على مستوى الدولي، يعني تسويق هذه القضية ديالنا ونهاية هذا الصراع المفتعل ونهاية هذه المطالب المفتعلة ديال جبهة البوليزاريو وديال الجزائر، سنسوقها نحن من خلال الإعلام الوطني ومن خلال الإعلام الدولي إلى جميع يعني الأطراف على مستوى الوطني والدولي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.